طيب الله أوقاتكم مشاهدين الكرام في كل مكان، نلقاكم وكما عودناكم في برنامج أهل المدينة بفقرات جديدة ومتنوعة تنتقل بكم بين المفيد وكل ما هو جديد، ونأمل دوما أن تنال رضاكم، فأهلا بكم. تشاهدون في هذه الحلقة: حمى الضنك، وباء يتمدد في عدن ولا حلول لإيقافه. شرف محفوظ، نجم الكرة اليمنية وهداف العرب، مقصي من مهامه. وجامع العسقلاني، حكاية تراث ديني وأثر معماري عريق. أسبوع حافل بالأنشطة والفعاليات عاشته مدينة عدن، نستعرض أهمها في أولى فقرات برنامجنا، فإلى أسبوع المدينة. أعلن في مدينة عدن عن مجلس استشاري تنسيقي لتنمية وتمكين المرأة والطفل تحت مسمى المجلس الأعلى للنساء في عدن. إعلان المجلس النسوي جاء بحضور محافظ المحافظة اللواء عيدروس الزبيدي، الذي بدوره أكد على أهمية تطبيق وتفعيل الرؤية النسوية الخاصة بتطوير وتنمية دور المرأة في بناء مجتمع متعلم وواعي يخلق أفكارا إبداعية بناءة تنبذ العنف والإرهاب. استعرضت حلقة نقاشية في عدن جهود المنظمات المدنية في رصد وتوثيق الانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الانقلابيين في حربها على عدن العام الماضي، وشدد المشاركون في الحلقة النقاشية على أهمية إعداد ملفات متكاملة بجرائم الميليشيا تمهيدا لرفع دعاوى قضائية ضد المتورطين في ارتكاب تلك الجرائم. هذول يشكر لهم قاعدين انهم هم يقوموا بعملية الرصد. كرمت السلطة المحلية في مديرية خور مكسر مجموعة من رؤساء الإدارات والأقسام في عدد من المرافق الخدمية بمناسبة اليوم العالمي للعمال الذي يصادف سنوياً الأول من مايو. حفل التكريم ووفقاً للقائمين عليه يأتي عرفاناً بالدور الذي اطلعت به هذه المرافق في إعادة الخدمات للمديرية عقب انتهاء حرب الميليشيا على المدينة. أكد نائب وزير التربية والتعليم الدكتور عبد الله لملس على أهمية دور المنظمات الدولية المانحة في دعم قطاع التعليم وتطوير المطابع المدرسية في عدن، خاصة مطابع المعلى الخارجة عن الجاهزية. نائب الوزير وخلال اجتماع بقيادات المطابع المدرسية وممثلي المنظمات الدولية شدد أيضا على ضرورة تشغيل الطاقات الإنتاجية في مطابع مديرية المنصورة للمساهمة في طباعة المنهج المدرسي. استكملت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي تأهيل مدرستي صافر وابن ماجد في مديرية البريقة بمحافظة عدن. تأهيل المدرستين يأتي ضمن مشروع تنموي إماراتي يستهدف صيانة وتأهيل 154 مدرسة في عدن والمحافظات المجاورة بهدف الارتقاء بالعملية التعليمية في اليمن وتعزيز قدرات هذا القطاع الحيوي للقيام بدوره التربوي والتعليمي على الوجه الأفضل. ما من مواطن في عدن إلا واستشعر مخاطرها، بل صارت كابوساً تتزايد مخاوف الناس منه يوماً بعد آخر. إنها حمى الضنك، ما هي تداعيات عودة انتشارها في عدن؟ وما هو الجديد في مكافحتها؟ هذه هي قضيتنا لحلقة اليوم، فتابعونا. تزداد الحياة قلقاً في عدن يوماً بعد آخر، فوباء حمى الضنك استوطن المدينة وغدا يهدد السكان ويتربص بحياتهم. من بداية الحرب ولحد الآن موجود هذا الوباء. الحالات الآن اللي نستقبل بالجمهورية تقريبا ما نقول لك 70% 80% الحالات اللي نستقبل بالجمهورية حمى الضنك، يعني يتم تشخيصها هنا حمى الضنك. طبعا هذا المستشفى لحد الآن عاد مش قادر يتحمل يعني الحالات هذه كلها، يعني فحاليا دائما يتم تحويلهم ترانسفيرتو يحولوه للهوسبيتال المستشفى الوحدة. معدل حوالي 20 حالة في الأسبوع، وهي يعتبر عددها قليل جدا مقارنة بعدد الحالات التي كنا نستقبلها بعد الحرب مباشرة، والتي كانت تقدر بحوالي 10 حالات يوميا. 8036 حالة إصابة سجلتها عدن خلال الفترة الماضية، إلا أن مصادر طبية أعلنت عن عدد كبير من الوفيات مما يزيد من تعقيد الوضع،
لسيما وأن المراكز الصحية تستقبل أكثر من 20 حالة إصابة في اليوم. ماتوا عندنا أكثر من 3 من سبب الصفائح، نقص الصفائح عندهم، وعندنا برضو حرمة أقل حمى الضنك، تعاملت دريبة تعاملت مشكينة سقطت. المفروض أنه يكون في الأمراض الحمى الضنك قسم مخصص حتى يكون عندهم مشرفين كوادر طبية يعني متخصصة، فهذا نقص يعاني منه جميع المستشفيات. المؤسسات الطبية تطالب بدعم السلطة المحلية بتوفير العلاج أو بالقضاء على العوامل المسببة للمرض. تأتي تلك المطالب في ظل شحة الإمكانات وغياب شبه تام للجهات المختصة وسط انقطاع الكهرباء وانتشار المخلفات وارتفاع درجة الحرارة. الوضع سيء جدا، لا توجد جهة هناك معنية تلبي طلباتنا، ولا باب إلا وإنها قرعناه، ولا إذن الله سمعتنا، ولكن لا حياة لمن تنادي. قررت الحكومة ما في بالمستشفيات هذه الفحوصات، تخرج تلاقيها بالعيادة الخارجية من 2200، طيب اللي مش معه 2200، والدريب اللي حقه الحبة 1250 يعني مدة 3 أيام، اللي مش معه ما معه اللي يموت. لكن ذلك لا يبدد المخاوف من حمى تتمدد وترتفع حالات الإصابات بها كل يوم في وقت أضحت فيه مستشفيات حكومية معطلة من خدماتها شبه مفرغة من المستلزمات الطبية، مما يجعلها عاجزة عن استيعاب الحالات المتزايدة كل يوم. مشاهدينا الكرام، حول عودة انتشار حمى الضنك في عدن نستضيف في هذا الحوار الدكتور صالح الدوبحي منسق حملة مكافحة حمى الضنك في عدن. مرحبا بك دكتور صالح. بداية، عودة انتشار حمى الضنك في عدن، ما هي الأسباب التي تقف وراء عودة الانتشار في هذا الموسم؟ حمى الضنك أساسا قد أصبح مستوطن في محافظة عدن وفي كثير من المحافظات اليمنية وخاصة الساحلية منها. حمى الضنك الذي لم تعرفه البلد إلا في عام 1994 عندما سجلت أول حالات لحمى الضنك في القرن الماضي، ومع أنه حمى الضنك ليس من الأمراض الجديدة إلا أنه قد مضى دهر على ظهور الضنك في المنطقة العربية، ويعتبر من الأمراض العائدة. وفي هذه الأيام بالذات عندما بدأت الأوضاع الصحية تصاب بالشلل، وعندما تدهورت الخدمات الأساسية والبنية التحتية لمحافظة عدن بسبب الحرب الغاشمة التي شنها القوى الظالمة على أبناء عدن، وفي هذا الظرف بالذات ظهرت مناخات ملائمة لتكاثر البعوض الناقل لحمى الضنك، واللي يعرف باسم بعوضة الزاعجة أو الإيديز. هذه البعوضة هي موجودة، وفي ظل وجود فيروس يتنقل فإن حمى الضنك أصبح مستوطن وأصبح يهدد حياة كل شخص في هذه المنطقة في هذه المدينة، بل يمكن أن نقول عنه بأنه هو القاتل الصامت الذي يحوم حول كل بيت. وخلال العام الماضي شهدت عدن انتشار غير طبيعي، ووفيات بلغت بالمئات، وخاصة في المناطق التي كانت محاصرة مثل كريتر والتواهي والمعلة، توفي بسبب تدني الوضع البيئي أكثر من المواطنين اللي باتوا بالسلاح. لماذا ينتشر أحيانا مرض حمى الضنك بنسبة زائدة عن الأيام العادية؟ ما هي المسببات حول سرعة انتشار المرض؟ عندما تتوفر الظروف البيئية زي ما حصل الآن بعد الأمطار اللي حصلت في بداية الشهر في منتصف الشهر الماضي غير معتادة في عدن، وفرت كميات من المياه الراكدة التي تكفي لتكاثر البعوضة هذه في خلال 8 أيام. تخرج البعوضة الواحدة تبيض أكثر من 200 بيضة، فتخيلي خلال 8 أيام عندك كم بعوض، وهكذا ممكن تتكاثر الحالة في خلال كم أسبوع، يصبح عندك جيش هائل من البعوض اللي هو
جاهز لنقل الفيروس عندما يرى. وسائل النقل الجديدة هذه البعوض الكثير اللي تكاثر سريع ما ينقل الفيروس إلى عدد كبير من الناس، وخاصة إذا دخل نوع جديد من الفيروس، لأن حمى الضنك لديه 4 أنواع من الفيروسات، والإصابة من نوع واحد ممكن تعطيك مناعة ضد هذا النوع بس، لكن لا تحميك من الأنواع الأخرى. فلذلك تكرار الإصابة بالضنك شيء وارد، وبالعكس عادة تكون أخطر مما من الحالات السابقة، لأنه في شيء اسمه التعارض المناعي ما بين المناعة السابقة والمناعة اللي تتكون حديثا، وهذا الأمر حقيقة معقد تفسيره، ولكن بشكل عام تكرار الإصابة بحمى الضنك أخطر 35 مرة من الإصابة الأولى. العوامل البيئية أو الظروف البيئية الموجودة حاليا في عدن من نظافة أو من حتى مخلفات الأمطار التي وجدت في بداية الشهر كما أشرت، كانت من المسببات في انتشار أو عودة انتشار حمى الضنك بنسبة كبيرة. هل هناك تنسيق مع الجهات المعنية بالنظافة والبيئة حول الحد من هذه الظواهر في عدن للتخفيف من نسبة المرض؟ الوضع الحالي لمدينة عدن حقيقة يعني يعاني كثير، القطاعات الحكومية واللي تعاني كثير من العجز بسبب مش الظروف الأمنية وبس، ولكن أيضا بسبب قلة الموارد، وتعرفي لك غياب كثير من العمال، الخراب اللي حصل للمعدات وللبنية التحتية. نحن الآن في إطار استعادة تركيب البنية التحتية واستعادة إنشاء البنية التحتية من جديد، لكن هذا لا يمنع أنه نقول في قصور، في قصور حول التفكير لمواجهة حمى الضنك بشكل صحيح وعلمي. يتطلب من الأخ المحافظ، وأنا أناشده عبر هذا اللقاء وعبر هذه القناة قناة بلقيس، أقول للأخ عيدروس الزبيدي بأنه نقدر جهود اللي يقوم بها ونعرف الظرف اللي يمر به، ولكن أيضا حمى الضنك قاتل، لذلك لابد أن يتبنى هذا الموضوع هو شخصيا بأن يشكل لجنة تقوم بعمل التنسيق القطاعي مع المؤسسات والقطاعات الحكومية ومع المنظمات الدولية والمانحين والأخوة في الخليجيين، خاصة في الهلال الأحمر الإماراتي الذي يقوم بجهود رائعة جدا، وأيضا هناك الأخوة في الكويتيين الذي يقوموا أيضا بأنشطة متعددة. لو تكلمنا عن وجود آلية فعلية فعالة في مكافحة هذا المرض، ما هي الأولويات التي سوف تكون بهذه الآلية؟ من ناحية النظرية نحن عندنا موجود تجارب لوضع خطط لمكافحة أوبئة كثيرة، مثل الكوليرا، مثل الإسهالات، هذه الملاريا موجودة، وتجارب موجودة والشباب موجودين والناس عندهم خبرة. لا مش صعبة عملية وضع الخطط ووضع الأهداف، عندنا أهداف محددة هي معروفة بالنسبة لمكافحة الضنك. تبدأ أولا بقصة التشخيص والمعالجة. أنا إذا لم أقدر أشخص المريض بشكل صحيح وأقدم له معالجة في وقت مبكر أكون ما عملت شيء، يعني أكافح البعوض صح، ممكن يعني مكافحة البعوض تخفف لكن لا تنهي المرض، لأنه قصة القضاء على البعوض بشكل نهائي حقيقة مش مسألة سهلة. كثير من البلدان ذات يعني الظروف المادية واللي هي أكثر غنى مننا تعاني، بما فيهم الأشقاء السعوديين، يعني بما فيهم بلدان كثيرة في آسيا، عندك في سنغافورة حمى الضنك وتايلاند واسمه في الضنك مستوطن. لكن بالعودة إلى الظروف الحالية الموجودة في عدن الآن، من كما أشرت من ظروف قلة موارد وظروف بيئية متعثرة إلى حد ما، ماذا باستطاعة مكتب الصحة أو الجهات المهتمة بحمى الضنك أن تعمل من خطوات عملية، أو ماذا تحتاج من خطوات عملية لإنقاذ المواطن؟ في نقطة أو في حلقة غائبة اللي هي دور المكاتب الصحة في المديريات. أنا بالمناسبة أعمل مدير مكتب الصحة في مديرية خور مكسر اللي نحن فيها الآن، وهذا المبنى اللي
توفيه هو مستوصف لأحد المستثمرين أو قطاع خاص، لكن قدرنا أن ننسق معه بشكل ودي أن يعطينا قسم نقوم فيه نحن كمكتب الصحة بتقديم التشخيص والمعالجة للمرضى، وكانت في البداية بشكل مجاني لمدة 3 شهور. احنا وعدنا بأننا نقدم له تسهيلات لكن للأسف ما قدرناش، إنما الآن هو لازلنا نحن نقوم بالعمل هذا، لكن في ظروف أنه المديريات الأخرى التي ليست لديها إمكانيات، يعني مستشفيات الدولة مش موجودة أو تهدمت، ممكن يستعينوا بالقطاع الخاص بشراكة من أجل التشخيص السليم والمبكر والمعالجة الصحيحة. ثم تبدأ، نحن بدأنا مع المعهد الصحي الآن بتدريب الطلبة، ومع كلية الطب قدمنا طلب تدريب الأطباء مبكر على عملية التشخيص والمعالجة. توفير الأدوية هذا ضروري تكون في أدوية وفي أدوات التشخيص موجودة، يعني دور المديرية يجب أن تبدأ المكافحة من المديرية نفسها، توعية مع مدراء مكاتب التربية، مع مدراء المدارس، ممكن عمل توعية بين الطلاب يكون ذات فعالية أكثر من أي عمل آخر. ثم نجي إلى مسألة المكافحة الحشرية، لدينا هنا ناس كفاءات جيدة جدا في الكشف الحشري، منهم أذكر الأخ عبد الله عباد، يعني خبير وطني، هذا نستفيد منه نحن في المديرية الآن بعمل مسح حشري لمعرفة مستوى تواجد البعوض في المناطق المختلفة وكثافته وكيفية نعمل مكافحته. إذا عملية مكافحة حمى الضنك ما هيش آنية، ويجب أن تتم هذه على طول بشكل مستمر، ليس بالعكس، مش في فترة وجود الوباء انتشاره، في الفترة اللي يكون متخفي فيها الوباء هنا تبدأ عملية كيف نقوم بعملية المكافحة بالتوعية بالإسمة، لكن عندما يوجد الوباء لابد أن نقوم مباشرة بإسعاف المواطنين، بمعالجتهم، بتقديم الخدمات العلاجية الفورية، وهذا هو عمل موجود وخطط موجودة، لكن تريد تنسيق. وأنا زي ما ذكرت أنه مكتب الصحة يقوم بجهود طيبة، وقمنا في أثناء الحرب وفتحنا مستوصفات خاصة في البريهي وعالجنا كثير من الحالات، يعني ممكن القطاع الخاص يلعب دور مع القطاع الحكومي، المكاتب الأخرى، الوزارات، مع الجهات الداعمة، مع الأخوة الإماراتيين والكويتيين والقطريين، في جهات كثيرة، ومنظمة الصحة العالمية في المقدمة طبعا. نحن الآن نعاني نقص من وجود محاليل للفحص المخبري، المواطنين يتعبوا. ثم أشتري أقول لك حاجة واحدة، أنا يعني بصراحة أريد أن أطرحها هنا بكل وضوح على الأطباء، أخو الأطباء، أن يبحثوا أو يحاولوا يرفعوا من مستوى مقدرتهم على التشخيص والمعالجة، وخاصة فيما يخص عملية تشخيص المخبري أو CBC، وأن يوضحوا للناس ما معنى نقص الصفائح، لأنه هناك ظهرت حالة غير صحية اللي هو أنه الناس بدأت تخاف من نقص الصفائح بشكل غير مبرر. صحيح أنه نقص الصفائح أحد المؤشرات، لكن ليس معنى أنه نقص الصفائح هو مرض حمى الضنك أو حمى الضنك. نأتي هنا إلى الحلقة الأهم بالموضوع، أنا كمواطن تظهر علي أعراض معينة لأعراض حمى المرض أو أحد الحميات، كيف أو أستطيع أن من بداية الأمر أن أذهب بالتشخيص الصحيح، أو ما هي الأعراض الصحيحة اللي ممكن نلمسها، ممكن نقول من خلالها أنه أنا مصاب بحمى الضنك؟ حمى الضنك عندما تكون في منطقة مستوطن فيها الوباء وأعلنت الدولة أو الحكومة أنها موجود فيها، إذا كل حالة حمى فجائية مرتفعة، ارتفاع مفاجئ للحرارة بدون أي سبب آخر تربطي بها، يعني زي مثلا التهاب اللوزتين أو إنفلونزا أو شيء ظاهر، يعني ارتفاع مفاجئ من دون ما تشعري، مع 2 أو أكثر من الأعراض التالية. إيش الأعراض التالية؟ صداع شديد، ألم خلف العينين، ألم في الظهر، في العضلات، في المفاصل، غثيان، عدم فقدان الشهية، أحيانا طرش وأحيانا إسهال. هذه الأعراض
هي العامة، في بعض الأحيان يكون فيها بوادر نزيف، يعني سواء العينين حمراء احمرار في العينين أو رعاف على شكل رعاف أو في اللثة بوادر نزيف دم. هذه الحالات نحن مع أيضا فحص مخبري كلينيكي نسميه اللي هو السي بي سي، يوضح لنا كرويات الدم البيضاء انخفاض، الصفائح بعد اليوم الثاني تبدأ تنخفض، وارتفاع في ما يسمى بالهيماتوكريت أو ترسيب الدم. هذه الثلاث الأشياء مهمة جدا على الأطباء يركزوا عليها. إذا ارتفع الهيماتوكريت عن أكثر من 47% طبيعي 42 للرجال و 38 للنساء، إذا ارتفع من فوق 47 وانخفاض في الصفائح أقل من 50 وتحت، وصفائح الدم البيضاء انخفضت أقل من 4، هنا نبدأ نشك أنه هذا الشخص مصاب بحمى الضنك. طبعا تأكيد الفحص يتم بواسطة فحص مخبري سيرولوجي يسمى، اللي هو هذا الأجسام المضادة. هذا يوضح لك في الأربع أيام الأولى ممكن تشوف أنه الفيروس موجود، بعدها ما عاد تشوفه مع اختفاء الحمى في اليوم الرابع. طبعا الحمى الضنك لها سير 10 أيام، الأربع أيام الأولى حمى والثانية بعدها تدخل مرحلة حرجة بعدين مرحلة الإصحاح. الخوف الناس تموت مش في البداية، تموت في المرحلة الحرجة اللي هي اليوم الرابع إلى الخامس، هنا عندما يحصل تسرب للسوائل أو تلف في الأعضاء أو نزيف. هناك فوبيا الصفائح، عادة ما المواطن ما يبدأ يشعر بمثل هذه الأعراض ويذهب لفحص الدم ويتضح أن هناك مشكلة بالصفائح بزيادة أو بنقصان، فتظهر أول هاجس هو حمى الضنك. توضح لنا أكثر ممكن عن هذا الموضوع. الأمر الآن بدأ بشكل مبالغ فيه كثير، والسبب أنه يمكن يعود إلى سوء التوضيح من قبل الأطباء حول أهمية الصفائح ودورها في الإسماء. أقول وأكرر، وهذا مش كلامي أنا، هو كلام منظمة الصحة العالمية، أنه حمى الضنك ليس مرضا لصفائح الدم، ولكن الصفائح هي من بين عدد كبير من الأعضاء الجسم اللي يصاب بهذا الفيروس. حمى الضنك ممكن تصيب عضلات القلب، تصيب الكبد، تصيب الكلى، تصيب الطحال، تصيب الدماغ، تصيب المعدة، في كل مكان تصيب. ثم تصيب أكثر شيء الأوعية الدموية اللي توصل الدم بحيث أنها توسع المسامات، وهنا يبدأ خروج سوائل الدم، وعندما تخرج سوائل الدم يبدأ ينقص الدم، وعندما ينقص الدم ينقص الأكسجين على القلب وعلى هذا، ويموتوا الناس بسبب الدبحة الصدرية، بسبب نقص وصول الأكسجين للأعضاء أكثر مما يصيبوا بنقص الصفائح. ممكن واحد يموت والصفائح حقه 40-50 ألف، يموت بسبب تسرب السوائل. لذلك إنه قصة يعني تضخيم ضرورة عندما تنقص الصفائح لابد من نقل صفائح ولابد، هذا كلام غير صحيح، وأنا أشك إنه في البعض يستغله استغلال مادي، وهذا شيء يعني محزن وسيء خاصة في ظروف الناس هذه المادية. في ناس عالجناهم هنا كانت صفائح دمهم 10 ألف، ولم ننقل لهم صفائح ولم ننقل لهم دم، لأنه ليست لديهم أعراض النزيف، وكلما أخذوهم سوائل اعتيادية نورمال سلاين، وخلال يومين روحوا بيوتهم بكامل الشفاء وموجود السجلات. لذلك أقول للأخوة الأطباء والأخوة مدراء المؤسسات، اتقوا الله في هذا الناس. دكتور صالح، أشكرك على هذا اللقاء وعلى هذه الإفادة في هذا الحوار حول حمى الضنك وعودة انتشارها في عدن، شكرا لك. شكرا لك، وشكرا لقناتكم الطيبة قناة بلقيس، وأرجو أن تصل هذه الرسالة يعني إلى المواطنين، وربنا يجنب أهل عدن وأهل البلد كلها من كل هذه الأوبئة والمشاكل. إذا مشاهدينا الكرام، كما عرفنا في هذا اللقاء مع الدكتور صالح الدوبحي أسباب مرض حمى الضنك وطرق التشخيص الصحيحة لهذا المرض، نسأل الله السلامة للجميع. قيل أن الإمام ابن حجر العسقلاني زار عدن ومكث فيها قبل أن يرحل، وهنا بقي الأثر تسطره ذاكرة التاريخ على جدران مسجد من أهم المساجد الأثرية.
لتذكر به الأجيال المتعاقبة بعراقة هذه المدينة. حكايتنا اليوم عن مسجد له في العراقة جذور ممتدة، إنه مسجد العسقلاني. ما من وطن إلا وله جذور تاريخية تعكس حضارة شعب بتراثه العمراني، أكانت معالمه طبيعية أو من إبداعات الإنسان. جامع العسقلاني بمدينة كريتر عدن من المساجد الأثرية القديمة، سمي بهذا الاسم تيمنا بالإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي دخل عدن وأقام فيها وشهد التأسيس الأول للمسجد في القرن التاسع الهجري، تحديدا في العام 806 هجرية. هذا المسجد مسجد الإمام العسقلاني المشهور بمسجد البيحاني كغيره من المساجد القديمة في مدينة عدن وكريتر عدن بالتحديد، تم إعمار هذا المسجد سنة 806 هجرية وسمي بمسجد العسقلاني نسبة إلى الإمام ابن حجر العسقلاني. في بعض الروايات أنه جاء إلى هذا المسجد ومكث فيه فسمي مسجد العسقلاني. جامع العسقلاني والمشهور بمسجد الإمام البيحاني يصنفه المؤرخون بأنه يحتل المرتبة الأولى بين المساجد الأثرية في عدن من حيث طرازه المعماري، كونه أول مسجد بني على دورين للرجال والنساء. مر مسجد العسقلاني الذي يمتد لمئات السنين بعدة مراحل متعاقبة من التعمير والترميم على نفقة رجال الخير المشهود لهم بالصلاح، وأبرزهم الشيخ العلامة محمد بن سالم البيحاني في العام 1369 ميلادية. قام الإمام البيحاني بإعادة إعمار هذا المسجد يعني على هيئة طراز، يعني على أحدث إيش طراز، وبنى هذا المسجد دورين، واعتبر المسجد الأول الذي يعني يبنى على دورين، دور للنساء ودور إيش للرجال. عهد الإمام البيحاني يعني عمل تغيير جذري وعمل حملة تبرعات، يعني طبعا هو حتى لم يبنى إلا على يعني كفالة أهل الخير من أبناء يعني مدينة عدن وبعض الميسورين من إخواننا في الخليج، لكن المسجد كما علمنا أنه تم تغييره تغيير جذري على أحدث الطراز، لم يبقى على طرازه يعني القديم، وكأنه هو يعني غير في طرازه المسجد يعني. واعتبر في ذيك الفترة يعني هذا البناء من أحدث إيش من أحدث ما وصلت إليه يعني التقنية في ذاك الوقت. يشكل جامع العسقلاني لروعة هندسته القديمة مصدر إلهام وطمأنينة، يزين جدرانه حزام طويل محفور عليه آيات القرآن، ولا يزال منبره الخشبي القديم باق إلى اليوم لجودة الخشب المستخدم فيه. ظل مسجد العسقلاني رديفا لاسم الشيخ العلامة محمد بن سالم البيحاني الذي ما إن يذكر اسم الجامع إلا وذكرت معه مناقب العلامة البيحاني ومآثره الدعوية والعلمية كدلالة على رسالته الخالدة كإمام وعالم رباني. هذا المسجد مع قدمه إلا أنه لم يلقى
يعني هذه الشهرة ولم يذيع صيته إلا بعد قدوم الشيخ الإمام محمد بن سالم البيحاني. فحتى أن الاسم الذي كان لصيق به مسجد الإمام العسقلاني من شهرة الإمام البيحاني ويعني صوته وشهرته التي أصبحت عالمية، فأصبح هذا المسجد لا يعرف إلا بمسجده الشيخ البيحاني أو مسجد الإمام البيحاني. ومعروف يعني هذا الشيخ الجليل يعني خدم هذا المسجد ودرس فيه يعني سواء كان النساء أو الأولاد أو الرجال، حتى قد ذكرنا في كتاب أخرجناه عن هذا الشيخ الجليل محمد بن سالم البيحاني أن في هذا المسجد كان شعلة يعني في العلم، كانت فيه ثلاث حلقات، حلقة قرآنية بعد صلاة الفجر، وحلقة الفقه والحديث كانت بعد صلاة العصر، وحلقة بعد صلاة العشاء يعني بعنوان تحت راية القرآن. وبقى هذا المسجد شعلة ورمز ليس لكريتر فحسب ولا للعاصمة عدن فحسب، ولكن صار رمزه لليمن، أينما ذكر هذا المسجد يعني صار علم تاريخ يذكر فيه هذا الإمام الجليل. لم تكن أهمية مسجد العسقلاني بدلالته التاريخية وحسب، بل كان المسجد رباطاً للعلوم الشرعية يتوافد إليه طلاب العلم ينهلون من معين علمائه. اكتسب جامع العسقلاني رمزية دينية وسياسية، وكان المسجد مهوى الأفئدة ومهبط العلماء. ولعل تلك ميزة أخرى ميزت مسجد العسقلاني عن غيره من مساجد عدن. لشباك المرمى مع قدمه ذكريات شهدتها الملاعب المحلية والعربية. وجه المدينة لهذا الأسبوع صاحب الحذاء الذهبي النجم المحبوب شرف محفوظ. صدقت فيه تنبؤات مكتشف موهبته، هو ليس كأي لاعب، هو أسطورة الملاعب اليمنية. تألق ونجح في نيل إشادات النقاد وخبراء اللعبة، ليس بأدائه فحسب بل بأخلاقه وبساطته. محفوظ بيلعب بالضربة الحرة. الكابتن شرف محفوظ المولود في عدن من العام 1966 ميلادية، أحب كرة القدم منذ نعومة أظافره واستوطن عقول محبيه، ولم تبهره الشهرة الواسعة التي كسبها خلال مشواره الطويل مع معشوقة الجماهير الساحرة المستديرة. كل لاعب كرة قدم كان حديث أو كان قديم مر بظروف كثيرة ومر في مواقف كثيرة، لكن أنا يعني يمكن الشيء الغريب أو العجيب أن أنا من أبناء منطقة المعلة، وذهبت للعب في نادي التلال الرياضي، وأنا كنت من أسرة أو من منطقة تحب نادي شمسان، لكن الصدفة لعبت هي دور معي في أننا اتجه لنادي التلال، وكان هذا وانا في سن صغير جدا، يعني بدات في المدرسه يعني، ومن المدرسه مباشره قبل الذهاب الى نادي التلال اخذونا من مدرسه ابتدائيه، وانا في صف سادس ابتدائي خامس ابتدائي، وذهبت لكي العب في شمسان. كان اعجب فيني واحد استاذ قدير اسمه استاذ عوض في نادي شمسان، طبعا هو الان في ذمه الله، لكن الشيء اللي اعترف فيه هو انه هذا الانسان هو من اكتشفني قبل اي مدرب اخر. يعني من حافون المعلى هذا الحي العدني اتى شرف صاحب 16 ربيعا ليتحول الى ايقونه كرويه صائده. حياه محفوظ بدات بصدمه مبكره عندما رفضته اداره نادي شمسان. كان زمان مميز المدارس انه تلعب مباريات ضد انديه، طبعا انديه فئات عمريه يعني، ف
كنا في صف سادس ابتدائي ولعبنا مباراة ضد شمسان أو في أو ناشئين شمسان في أقل من 15 سنة، وتألقت في هذه المباراة بشكل لافت النظر، بحيث أنه عقب فيني هذا الأستاذ عوض كان مدرس في التربية في تربية المعلة، وأصر على أنه يتم تقييدي في شمسان. لكن نادي شمسان يمكن حالة جسمي وصغر سني في آنذاك الوقت لم يهتموا في الموضوع أو في إصرار هذا الأستاذ، وأصر على أننا أتقيد في سجلات شمسان. لكن يمكن ربنا ما أراد، وعسى تكرهون شيئاً وخيراً لكم، برغم أنه كانت أمنيتي أننا في آنذاك الوقت نكون في لاعب شمسان، لكن إصرار إدارة شمسان ورفضها في أنه يتم تقييدي، وفي الأخير مقاملة لهذا الأستاذ القدير الأستاذ عوض الله يرحمه تم تقييدي بورقة إرضاء للأستاذ يعني، لكن كشرف محفوظ لم يكن كاسم معروف أو كشخص له حضور في منطقة المعلة. لكن إصراره على النجاح والتزامه داخل وخارج الملعب جعل منه حالة رياضية فريدة لم تتكرر في تاريخ الكرة العدنية، وبات تحت أنظار المراقبين والمتابعين بل وعشاق الكرة، والتفاف الجماهير حول الشاشات له شهادات ستظل عالقة في تاريخ النجم الكروي. كان نادي التلال يعني نادي لا أقول صعب المنال يعني، لكن كان اسمه وصرحه وجماهيريته ترعب أي شخص كبير، ما بالك نحن كان عمرنا بحدود 14 سنة 15 سنة يعني. فأقنعنا أخي وزميلي صديقي عدنان بأن نحن نلعب بالفئات العمرية بأقل من 16 سنة ونترك الفريق الممتاز، لأنه نحن صعب نوصل للفريق الممتاز، لأنه كان حدودنا في آنذاك الوقت بسيط وصغير يعني. لكن أنا بالذات يعني لعبت معي صدفة في هذا الموضوع، حيث رحنا ذهبنا نتدرب مع التلال في آنذاك الوقت على يد المدرب الكابتن خالد قاسم، وصادف أنه تمرن ثلاثة تمارين، وكان في مباراة قبل هذا التمارين كان في مباراة معهم مع التلال مع فريق أظن المينا. طرد المهاجم من نادي التلال في آنذاك الوقت كان طارق سلومي، هو شقيق الأكبر لنصر سلومي، فطرد، وكان التلال في الفئات العمرية في آنذاك الوقت لا يوجد معهم مهاجم، فبدأ يركز عليها الكابتن خالد قاسم، وأنا لي ثلاثة تمارين جاي من المعلة ومن شمسان، فاهتم فيني بأنه يعطينا صفة اللاعب الأساسي، والحمد لله من التمارين بدأت أثبت حالي وبدأت أخذ موقع أساسي. وفي هذاك الوقت ومن أول مباراة كانت أمام الشرارة، أعتقد أنه لعبت أول مباراة أساسية كانت أمام الشرارة، واستطعت أن أسجل فيها هدفين في سن أقل من 16 سنة. هاني وشرف عرفه الناس كمهاجما وصانع أهداف، الآن ورايح بهجمة باتجاه مرمى الوحدة، جعل من الكرة المستديرة كرة سحرية لفت بها إليه أنظار الجماهير واستهوى بها أفئدتهم. كابتن فريق نادي التلال الرياضي شرف محفوظ خاض أكثر من 40 مباراة دولية سجل فيها 6 أهداف، وله تجربة احتراف مع نادي الصور اللبناني في مطلع العام 2000 ميلادية، وأحرز مع نادي التلال الرياضي في بطولات الدوري المحلي 133 هدفاً، وهو من سجل أول أهداف المنتخب اليمني الموحد في مباراة جمعت الفريق مع المنتخب الأثيوبي. اللاعب الناشئ بسام، أنا أعتقد أنه الفرصة اللي أعطانا إياها في بداية الكابتن خالد قاسم يعني للعب في فريق نادي التلال في أقل من 16 سنة هي كانت البداية الحقيقية لانطلاقتي على عالم كرة القدم، وفيما بعد الفرصة اللي أعطانا إياها الكابتن سعيد دعالة في اللعب في أول موسم مع نادي التلال الفريق الممتاز، كان أول موسم 85، هذا كان أول موسم لي في الظهور مع نادي التلال مع الفريق الأول. النقاد الذين وصفوا محفوظ بأنه نحيل الجسم ولا يمكنه التعود على الكرة القوية هم أنفسهم من أدركوا مؤخرا أنهم أخطأوا التقدير، فاللاعب الذي بدا هزيل الجسم يوما هو محترف رياضي يمتاز بسرعة كبيرة نحو شباك الخصم، مع
مع قدرة على المراوغة، والأهم من كل ذلك الوصول إلى الشباك بكل الطرق التي تؤكد أن شرف فعلا صنع بصمة عربية باقتدار، فهو من حاز على جائزة الحذاء الذهبي كأفضل هداف في البطولات العربية، ولقب بهداف العربي في العام 1992 ميلادية. بعد فترة طويلة جدا حصلت على قيادة التلال، نادي التلال، وكنت يعني مش نحن في التلال أو في المنتخبات الوطنية دائما تعطى القيادة للاعب الأقدم احتراما لتاريخه، احتراما لسنه في التلال أو في المنتخبات، وهكذا الدور يجي على لاعب من خلال هذه الصفات. أنا لعبت في التلال من عام 1982 حتى اعتزلت في عام 2007، لكن تخللتها قصة احترافية كانت معي في لبنان، لعبت في لبنان موسم كامل غيرها لما تركت إلى النهاية. شرف محفوظ هداف من الطراز الفريد، امتد صيته على مستوى الساحة اليمنية وتجاوزها إلى كافة أصقاع الوطن العربي الكبير الذي صار له الهداف الأول بعد أن كان هدافاً لليمن. الهالة الإعلامية التي أحاطت بشرف محفوظ لم تأتي من الفراغ، فجولة بعد جولة وأداء محفوظ لا يفارق صفحات الصحف والمواقع، وما ذلك إلا اعتراف بأن اللاعب كبير ومكانه بين الكبار. حصلت على هداف الكاس في مشوار رياضي، طبعا أنا أول موسم كان لي مع الفريق الممتاز في 85، لكن في 87 حقق بطولة الدوري، في عام 88 أيضا حقق بطولة الدوري، في عام 89 حققنا بطولة الدوري، في عام 89 كنا وصيف الكاس، في عام 90 حققت بطولة الدوري، وفي عام 93 مركز الوصيف، في 2005 أيضا حقق بطولة الدوري، ده كله مع التلال يعني. هذه إنجازات مع التلال، وفي إنجازات أخرى حققنا كاس 86، كاس ما يسمى بكاس الريس، كان كاس شهداء 13 يناير حققناه أيضا في التلال. على مستوى الإنجازات الشخصية طبعا في عام 88 كنت هداف الكاس، في عام 89 وصيف الهداف، في عام 90 كنت ثالث وصيف الهداف، في عام 91 اللي هو من خلاله حصلت على الحذاء الذهبي كنت هداف الدوري في رصيد 30 هدف كأعلى نسبة في تاريخ الكرة اليمنية، مناصفة 15 بالرأس و 15 بالرجل، ومن خلال رصيد الأهداف 30 هدف مقارنة بدوريات العربية، وبفضل من الله سبحانه وتعالى ومجهود من الشيخ الصحفيين المرحوم فقيد الرياضة محمد عبد الله فارح، تم يعني مناقشة أنه في لاعب يمني أحرز أكبر نسبة أهداف 30 هدف، وكان يومها صحيفة الوطن الرياضي اللبنانية ممثلة من السيد سعيد غبريس أعلن يومها قبل أن يتم تسليمي الحذاء الذهبي أنه في لاعب سوري كان اسمه أظن محمد عفاش أحرز 22 هدف، لكن لما وكان قد يعني أعلن على أنه هو الهداف، لكن بعد ما عرف أنه في لاعب يمني اسمه شرف محفوظ أحرز 30 هدف طبعا رضخ لها مثل هذا الإنجاز، وأضاف اسمي لأنه يكون هداف العرب الأول برصيد 30 هدف، وحصل تكريم في عدن هنا في فندق عدن، حضروا كبار المسؤولين أو كبار مسؤولين قيادة محافظة عدن، وحضر هو نفسه الأستاذ سعيد غبريز رئيس تحرير الوطن الرياضي، وتم تسليمي الحذاء الذهبي كإنجاز رياضي كإنجاز يمني لم يسبق أن أحرزه لاعب يمني. بنفس السنة أيضا موسم 92 تم اختياري ضمن أحسن 20 لاعب في الوطن العربي في نفس السنة. من إنجازاتي أيضا هو احترافي في لبنان في عام 97، أيضا من إنجازاتي الشخصية أن أنا حظيت بتكريم من مجلة الوطن الإماراتية بأن يتم اختياري أيضا ضمن نجوم الخليج على مر العصور، تم اختياري كشرف محفوظ من اليمن.
بالإضافة للكابتن أبو بكر وماس، عشان كده يعني إنجازات كثيرة يعني في مشواري الرياضي. كل شيء يمضي وتبقى له ذكرى، وها هو موعد برنامجنا مشاهدين الكرام قد انتهى لهذه الحلقة، ولكن سيبقى موعده جرسا رنانا ليذكركم بأهل المدينة. في أمان الله.